عايزين نتكلم معاكي عن بقيه القصص. يا ريت. يعني احكي لي شويه عن بقيه القصص اللي انت كاتباها في الكتاب. هو طبعا انا مش هفتكرهم بالترتيب، بس أكيد. انا هقول مغزى. طبعا احنا بقايا جيل التسعينيات، وضحنا ان هي بتتكلم ما بين الماضي وما بين المستقبل، وبتتكلم عن العوالم الافتراضيه وتدخلها في حياتنا ومجتمعنا. في مثلا برضو فيلا 106، دي رعب شوية، هي متنوعة ما بين الرعب والفانتازيا، وزي ما قلت لحضرتك الطب النفسي ذكر بعض الأمراض فيها يعني. فيلا 106 أنا مقتبسة، مش مقتبسة القصة، أو استوحيت الفكرة من كتاب اسمه خراف الله. خراف الله بيتكلم عن الأرواح الشريرة، أو الأرواح الشريرة المحيطة بالأرواح الآسمة. الأرواح الآسمة اللي هي بتعمل بعض الأفعال اللي هي ليها علاقة شوية بالكبائر وما إلى ذلك. فمثلا زي مثلا ما أكون واقفة يعني قاعدة وبكتب أي حاجة، وسمع إن في خطوات على الباب، فحس إن في حد بيوشوشني إن في حد هيخش. أو بعمل الفعل ده الخاطئ ومستمرية في فعل هذا الفعل الخاطئ، وبحس ان في صوت جاي لي من ورا ان هو بيقول لي لا كملي، انت صح، انت ماشيه صح، اللي هو الوسواس بمعنى اصح. فالكتاب ده كان يعني استلهمت منه القصه دي. يعني هو طبعا كتاب ديني، بس يعني عجبني جدا، وبعدها بفتره اتاثرت بيها وكتبت فيلا 106، اللي هي وجود هذه الارواح الشريره والقاسمه في الاماكن المهجوره المعزوله، حب الشخص ان هو يعيش في هذه الاماكن برضو من الاسباب اللي ليها علاقه بالارواح الاسامه. القصص اللي بتتكلمي عنها دي تخليني اسالك، كانت ايه مصادرك علشان تقدري تعملي كتاب، عشان تقدري تكتبي قصص حقيقيه؟ هل كانت حياتك، هل كانت حياه اسرتك، جيرانك، صحابك؟ يعني كانت ايه مصادرك؟ هو طبعا ما فيش حد هيقدر يكتب من حياته لو هي حياته صغيره قوي، فمش هيقدر يقدر يكتب ده كله. بس احيانا الواحد بيعيش قصص كتير مع ناس حواليه. صحيح. يعني ممكن يبقى سنك صغير، بس ممكن تكوني شفتي حاجات كتير جدا بالفعل بتحصل. والقراءه الكتير برضو، لان لازم يبقى فيه مخزون، لان كتابه بدون قراءه طبعاً. هي كتابه ينقصها الكثير اكيد، لان انت برضو بتزودي المعجم اللغوي بتاعك، بيبقى في رؤية، العين لازم تشوف كتير، مش تشوف بس أفلام وسينما، ولكن أفضل أتأمل، لأن أكيد في حد بيشوف حاجة الكاتب مش، يعني الشخص العادي بيشوف اللوحة بشيء والكاتب بيشوفها بشيء آخر. مفهوم. الكتابة ممكن سطر من القراءة أستلهم منه قصص كتير. فهي عشان كده يعني القصص متنوعة.